كندا في فاصلة ليه؟ يعني احنا دلوقتي في آخر نوفمبر 2024، يعني احنا في نعتبر في نهاية الخريف وبداية الشتاء في كندا. والحرارة النهاردة ايه؟ تقريبا سالب 4 او كده، في تلج ايه نازل برضو، يعني بعد الثلج البسيط كده بدأ ينزل. الجو طبعا ساقع بره، يعني مع الهوا كده من كتل الحرارة ايه ناقص 10. So this is video about Canada in Canada at the end of fall and the beginning of winter. And the temperature today is around minus 4, maybe with wind about minus 10. Today is November 30th, 2024. November 30th. يعني بعد معظم الناس هنا طبعا بيكرهوا الشتاء، رغم ان كندا مشهوره بالساقعه والتلج، بس هما ايه بيكرهوا هنا الشتاء. يعني انا بالنسبه لي ايه فصل الشتاء ايه، طالما انا قاعد جوه في الدفا ببقى تمام، يعني مفيش اي مشكله. ممكن لو مشيت بره في الشارع في الساعه بس اكون لابس تقيل بيبقى عادي برضه، مفيش مشكله. بس بقى لو في يعني الثلوج جامده نازله وايه والطريق بقى مليان تلج والسواقه صعبه، دي بتبقى ايه فعلا بتبقى ايه متعبه شويه، بس بتبقى نوع من الايه التذكره للايه للنعم اللي احنا فيها. يعني لما الانسان بايه بيشوف الاسوأ بايه بيبدا ايه يشوف الحاجات الحلوه اللي عنده، يبدا يعني يحب الحاجات اللي عنده يشوفها. يعني الانسان لو على طول الحياه ايه الوردي والمناخ كويس وكل حاجه تمام، مفيش اي حاجات صعبه في حياته مطبات، مش يحس ان الطريق ايه مش يحس بالايه بحلاوه الطريق، يعني يعتقد ان الطريق كله كده ايه يعني ايه تمام. انما طبعا الحياه كلها ايه مطبات، الانسان بيه يقع في مطب او بيتعرض لحادثه ويقوم ويمشي والحياه كده. وبالعكس الحوادث والمطبات ديت ايه تخلي الواحد يبقى ايه يعني بيذكر نعم ربنا ويحس بايه نعم ربنا اللي هو ايه كانت عنده، وبيشوف نعم ربنا ايه اكثر. هنا ناس ساعات ايه بتهزر في كندا وتقول ايه يعني هي كندا عندها ايه فصلين كونستراكشن وسنو، لان في زي ما انتم شايفين كده في اعمال على الطريق، يعني تبقى كثيره جدا جدا، يعني ممكن تلاقوا معظم الطرق مقفوله في ايه فصل الصيف لعمل ايه يعني بنيه تحتيه، توصيل كابلات ومجاري وتليفونات ونت وحاجات كتيره ايه، او بيظبطوا الطريق. فتلاقي ايه كتير قوي في الايه فصل الايه الصيف فيه يعني انشاءات على الطريق كونستراكشن، وفي فصل الشتاء طبعا بيبقى ايه في تلج في على الشارع. فهم الناس ايه بيعتقدوا اللي إيه هنا او بيهزروا لك ده ايه كندا عباره عن ايه فصلين، فصل الايه الانشاءات وفصل الايه الثلوج. طبعا شايفين ايه ماكدونالد على ايد اليمين، اعتقد هو برضو بدأ موجود في الوطن العربي، وفي برضو مقاطعة اسلامية ضده عشان ايه ان هو بيدعم اسرائيل. طبعا زي ما انت شايف بداية فصل الشتاء هنا ما بقاش فيه يعني خضرة زي الاول، كل الحشائش ايه ماتت، الا بس في بعض الاشجار اللي هي ممكن بتبقى ايه خضرة في فصل الشتاء، بحاجات بسيطة يعني
مش زي البلاد ايه بتاعتنا يعني ايه في الشرق الاوسط، او البلاد اللي هي ايه ما عندهاش إيه يعني سلوك. تلاقي عندهم بعض النباتات في ايه فصل الشتاء في نباتات وفي زراعه شغال، انما هنا في الشتاء في زراعه الا بقى لو في ايه صومعات يعني ايه يعني بيبقى مكان كده ايه حتى مقفولين بلاستيك وفي تدفئه وكده، وايه ممكن يزرعوا فيه زي يعتبر منزل كده يعني، بس طبعا بيخلي الضوء ايه يخش جوه علشان ايه النبات ايه النبات طبعا بايه بيعيش على ايه الضوء. سبحان الله يعني تلاقي النبات زي الايه الانسان والحيوان عايز ضوء برضه، ما ينفعش يعيش في ظل ايه على طول. طبعا في نباتات ايه ممكن يعني في، بس هي الايه القاعده الايه يعني كل قاعده لها شواذ، بس إيه معظم النباتات بتبقى عايزه ايه الشمس والضوء. طبعا ما بقاش في خضره في الشارع ولا ورق على الاشجار زي ما انت شايف كده، دي الاشجار اللي هي منتشره هنا في كندا. طبعا احنا دلوقتي جوه المدينه، احنا كنا من شويه بره المدينه يعني تقريبا في الريف يعني، دلوقتي احنا داخل ايه المدينه، نحن داخل المدينه. لما تلاقي كده في منازل كتير جنب بعضها اعرف ان انت داخل ايه المدينه. بره المدينه بتبقى ايه يعني مفيش منازل، تلاقي المنازل ايه يعني لو في منازل اللي هي ايه للناس اللي عندها يعني ارض في الايه في الريف تبقى متباعدة كتير جدا، متباعدة بصورة كبيرة يعني تلاقي بين كل منزل ومنزل ايه يعني كام كيلو كده. طبعا في الشتاء الحياة بتبقى ايه يعني ايه عادية خالص وكل حاجة ماشية مفيش أي مشكلة في فصل الشتاء، بس بقى الحركة بره ايه بتخف شوية يعني الناس ايه ما بتخرجش بره كتير الا بقى ايه لشغل عايز يتمشى شوية يعني، طبعا عشان الجو بره ساقع فما بيقدرش ايه يقعد في الشارع كتير، هتلاقي الناس بتخرج برضو اشغالها تروح تشتري تقوم بمصالحها، ولكن ايه مش ليس مثل ايه فصل الايه الصيف او الربيع او الخريف.
شايفين على الجنب في شكاير ورق كده كتير، دي بتبقى فيها اوراق الاشجار الناس جمعتها وتوضعها قدام الايه المنزل، وبتيجي ايه يعني ايه عربيات معينه ايه بتاخدها تعمل لها ايه اعاده تدوير، يعني العمل سماد او صناعات معينه بتاخد الاوراق دي ايه طبعا إيه بتبقى ببلاش، بس هما طبعا بيستفيدوا ايه منها في عمل اي حاجات تانية. طبعا المدينة اللي انا موجود فيها مشهورة بالايه بالوجود ايه يعني باصات او اتوبيسات ايه داخلية اللي احنا شايفينه قدامنا ده كده، ويبقى عليه رقم من ورا كده اسمه 5 ايه، ده ايه يعني ايه يعني ايه رقم الباص عشان ايه لما انت مثلا ايه تركب من مكان لمكان بتاخد ايه الرقم ده 5 ايه. برضو الباصات هنا مشهوره إيه بيبقى عليها اعلانات زي ما احنا شايفين كده على الباص من بره، طبعا بتبقى اعلانات ايه بتبقى مدفوعه الفلوس فالشركه ايه تستفيد ايه منها. طبعا هنا خدمه الباصات جميله جدا يا ابن الباص، هنا ايه الباص هنا رايق بيبقى في محطات كتيرة، بس عيبه بس انه ممكن ايه لو انت بتاخد الباص تاخد فترة كبيرة شوية عشان تتنقل من مكان لمكان. طبعا ورا كان ايه ورايا هينزل ايه حد وايه وهياخد ايه حد تاني، هنا في موقف باصات واحدة مستنية الباص واقف هنا واحد او واحدة هو مش باين في الشتاء الناس لابسة تقيل ووشها مش باين. الباص هنا كمان اهي شايفين واحد او واحده واقفه اهو، ده نهر ماشيين عليه بس شكله مجمد، يعني في بعض السلوك كده على السطح لان الحراره طبعا بقت ايه يعني تحت الصفر فالميه ايه بتتجمد. طبعا هنا المدينه اللي انا فيها وكندا كلها عموما يعني مشهوره بالاشارات، طبعا بتعمل سيوله كبيره جدا في المرور، وجود اشارات خضراء وحمراء وصفراء بتساعد في ايه سيوله المرور، لان لاحظ لما الاشاره ما بتشتغلش مثلا ايه لو باظت او في اي حادثه او حاجه بيبقى فعلا المرور بيقف وبيتعطل و بتلاقي في يعني عدم سيوله في المرور. الإشارة بقت زحمة ولخبطة جامدة، الإشارات فعلا اللي احنا شايفينها دي بتساعد في السيولة في الحركة ايه بصورة كبيرة جدا. طبعا احنا النهاردة السبت عشان كده الشوارع تلاقيها فاضية ايه جامد يعني في الزحمة زي الأيام العادية، خصوصا احنا برضه في فصل الشتاء فتلاقي يعني ايه في الزحمة جامد لأن معظم الناس ايه السبت والحد بيبقى اجازه هنا في ناس ايه اجازه النهارده الا بقى لو حد بيخرج بقى ايه يتفسح، في ناس ساعات بتشتغل في ايام الاجازات مثلا
حد بيزور العيلة رايح ياكل برا يتمشى له مصلحة. فيش عمال في الطوارئ المستشفيات، بتلاقي بعض الناس في الشارع. طبعا هنا اللي بنلاحظه ان في الشارع هنا هتلاقي معظم العربيات عبارة عن تويوتا، معظم العربيات تويوتا وايه وهوندا، هنا الانواع العربيات يعني. إشارات كتيرة بتنظم حركة المرور. ده المكان اللي على اليمين ده اسمه جود ويل، ده بيبيع أشياء مستعملة. هنا مشهورة الحاجات المستعملة هنا، بس حالتها كويسة يعني. يبيع مثلا إيه، ملابس مستعملة، أدوات منزلية، أحذية، ممكن عفش يعني، إيه اساسات وكده برضو، كل حاجه يعني، كل حاجه مستعمله ايه، وادوات وحاجات وممكن اجهزه. فانت بتخش ايه تشوف كده وايه، لو لا يعني حاجه عجبك ايه بت إيه انت وايه نصيبك، ممكن بتلاقي الحاجه اللي انت عايزها، ممكن ايه ما تلاقيش. طبعا الناس بتتبرع الحاجات دي ببلاش للمكان ده، تبرعات الناس اللي عندها مثلا ايه لبس زيادة او اي حاجة مش عايزة، بيجي يجيبها هنا ايه، بياخدوها ببلاش، ويوم ما بقى ايه مشغلين ناس هنا بيرتبوها ويظبطوها مقدرين مكان ويبيعوها، بحيث بيستفودوا بالفلوس ديت لأعمال خيرية ولتشغيل ناس عندهم، وطبعا بيأجروا مكان وبرضه ايه مصاريف تانية. بس هي خدمة كويسة يعني، ايه بيستفيد منها كثير من الايه من الناس، بدل ما انت هنا ايه الحاجة انت مش عايزها تروح ترميها في الزبالة او ترميها في اي حتة، فايه ففكرة كويسة ايه، ممكن حد تاني يستفيد ايه منها يعني. هي حاجة اسلامية يعني، ايه حرام يعني، ده يعتبر نوع من التبذير. برضه ساعات بيعملوا كده في مناطق زي يعني مراكز كده في مناطق في المدينة، زي دولاب كبير كده، لو انت عايز ايه يعني عندك حاجة مش عايزها ممكن تستعمل تاني بتحطها في المكان ده. عندك أجهزة كهربائية، أدوات منزلية، لبس، أي حاجة بتجمعها وتقوم حاططها في المكان ده، هما بياخدوها يلموها وده الأماكن دي تبيعها تاني، وعملية ايه تدوير يعني تبقى كويسة. حتى لو ملابس يعني متقطعة خالص أو حاجة متكسرة، هم ممكن بياخدوها بيستفيدوا منها، بيودوها لأماكن تستفيد منها تعمل إيه منها أي شيء يعني. كل حاجة فعلا ممكن يستفاد منها، زي ما احنا إيه عارفين من عمليات إعادة التدوير. طبعا الحكومة الحالية بتشجع عملية التدوير جامد قوي، بيجي ياخدوا من قدام البيوت ايه كل اي اسبوع اللي ايه حاجات اللي ايه اللي يمكن اعادة تدويرها،
بس بياخدوش ايه ملابس، بياخدوا بس ايه ممكن معادن، زجاجات، فارغة، ورق، كراتين، حاجات كده يعني. أشكركم، نرجو عمل إعجاب للفيديو والاشتراك في القناة، نرجو مشاركة الفيديو حتى يشاهدوا أكثر عدد من الناس. لو لكم أي تعليق أو أي استفسار ممكن تكتبوا فيه في الأسفل، وجزاكم الله خيرا وفي رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأخواتي في الله.